مساء الخير أعزائي الطلبة. إذن في خضم سلسلة مراجعة الخبر الوراثي، مراجعة رقم 4، تمثل أشكال الوثيقة جانبه بعض مراحل ظاهرتين بيولوجيتين عند خلية حيوانية، بحيث نأخذ دوزين كروموزوم تساوي 4. السؤال الأول، تعرف المراحل الممثلة بأشكال الوثيقة، استنتج اسم الظاهرتين الممثلتين بالوثيقة. إذن سأقوم بتكبير الوثيقة، نترك لكم بعض الوقت لتسجيل الأسئلة. إذن تمثل أشكال الوثيقة جانبه بعض مراحل ظاهرتين بيولوجيتين عند خلية حيوانية، دوزين كروموزوم تساوي 4. السؤال الأول، تعرف المراحل الممثلة بأشكال الوثيقة. ثانيا، استنتج اسم الظاهرتين الممثلتين بالوثيقة. إذن لحظة وسنمر إلى الإجابة. إذن بالنسبة للأشكال التي يجب التعرف عليها، بالنسبة للشكل رقم 1، المرحلة التمهيدية رقم 1، إذن معرفة بتكون ما يسمى أو تشكل الرباعيات، الصبغيات المتماثلة، يعني في تقابل مشكلة الرباعيات. ألا بالنسبة للشكل رقم 2، المرحلة الانفصالية الأولى، إذن هناك اختزال على مستوى عدد الصبغيات. الشكل 3، مرحلة الانفصالية الثانية، إذن هناك انفصال الصبغيات بعد أن انقسمت على مستوى الجزيء المركزي. الشكل رقم 4، مرحلة الاستوائية الثانية، تموضع الصبغيات على مستوى الصفيحة الاستوائية، إذن مع اختزالها على مستوى العدد كما قلنا خلال المرحلة الانفصالية الأولى. إذن خامسا، مرحلة الانفصالية، خامسا هذه مرحلة الانفصالية. إذن بالنسبة للسؤال رقم 2، تمثل الوثيقة الانقسام الاختزالي والانقسام الغير المباشر. إذن تتمة الأسئلة. السؤال رقم 3، أنجز رسما تخطيطيا للمرحلة الموالية للشكل 2. إذن غادي نقوم كذلك بتكبير الوثيقة مرة أخرى. سؤال رقم 4، قارن الخبر الوراثي للخليتين المحصلتين. 5، كيف تفسر الاختلاف الملاحظ معتمدا على معلوماتك. 6، أنجز رسما تخطيطيا للاحتمال الثاني للمرحلة الممثلة في الشكل رقم 2. سؤال أخير، استنتج الظاهرة المسؤولة عن الاحتمالين، ما أهميتها؟ إذن لنمر إلى الأجوبة.
إذن الرسم التخطيطي الموالي للشكل رقم 2. إذن إلى رجعتوا للشكل رقم 2، إذن هي المرحلة الانفصالية الأولى، ومن خلالها كنلاحظوا بأن الزوج 1 و3 هاجروا إلى أحد قطبي الخلية، والصبغي الآخر 2 و4 مشاو في القطب الآخر يعني المعاكس. إذن كما كتلاحظوا فالمرحلة الموالية هي مرحلة النهائية الأولى، بحيث كما تتشوفوا أن هناك يعني اختزال على مستوى عدد الصبغيات. إذن خلية بنت اختناق استوائي وخلية بنت أخرى. إذن بالنسبة للسؤال رقم 4، لا تحتوي الخليتين المحصلتين على نفس الخبر الوراثي، يعني كمقارنة. لماذا؟ تفسير السؤال رقم 5، لأن الصبغيين المتماثلين الموزعين على الخليتين البنتين لا يحملان أصلا نفس الخبر الوراثي، لأن مصدر أحدهما من الأب والآخر من الأم. إذن نمر إلى الأسئلة المتبقية. إذن كجواب بالنسبة للسؤال رقم 6، رسم تخطيطي للاحتمال الثاني، يعني خلال المرحلة الانفصالية الأولى. إذن في هذا الرسم التخطيطي كتلاحظوا بأن الصبغي رقم 1 و4 إذن هاجروا بجوج إلى إحدى الخليتين البنتين المتشكلتين، وكذلك الصبغيين 2 و3 لاحظوا اختناق على مستوى الجزء الاستوائي للخلية. ألو بالنسبة للسؤال الأخير، سؤال رقم 7، الظاهرة المسؤولة عن الاحتمالين هي ظاهرة التخليط البيصبغي، وهي ظاهرة اللي شفناها يعني كتميز الانقسام الاختزالي. تتجلى أهمية هذه الظاهرة في تنوع الخبر الوراثي للأمشاج. إذن هذو هما المعطيات المهمة اللي على كل طالب أو طالبة خصو يعرفها لكي يتمكن من دراسة بعض الوثائق المعروضة خلال يعني فترة الامتحانات أو المراقبة. إذن سنمر إلى الجزء الثاني لهذا التمرين. إذن بالنسبة للجزء الثاني، تشكل جزيئة الـDNA المادة الوراثية الأساسية المكونة للصبغيات. نعطي في الوثيقة التالية التي غادي نقوم بتكبير ديالها تطور كمية الـDNA بدلالة الزمن عند خلية أم للأمشاج خضعت للظاهرتين المدروستين اللي شفنا يعني في الوثيقة أعلى. السؤال الأول، تعرف المراحل A و B و C و D. إذن غادي نقوم بتكبير ديال الوثيقة. السؤال الثاني، أنسب لكل شكل من الوثيقة الأولى المرحلة التي تناسبها في الوثيقة الثانية. سؤال رقم 3، املأ الجدول بما يناسب. رابعا، حدد دور المراحل B و C و D فيما يخص الصيغة الصبغية وكمية الـDNA. إذن غادي نقوموا بتكبير الوثيقة اللي كنتكلموا عليها. إذن أعد الأسئلة. إذن تعرف المراحل A و B و C و D. سؤال ثاني، أنسب لكل شكل من الوثيقة الأولى، إذن شوف الوثيقة الأولى المرحلة التي تناسبها في الوثيقة الثانية. سؤال رقم 3، يعني املأ الجدول بما يناسب. إذا عندنا الجدول، عندنا هناك مراحل، نهاية A، نهاية B، نهاية C، نهاية D. إذا كل مرحلة غتحدد فيها كمية الـDNA والصيغة الصبغية. إذا بحال مثلا عطاونا هنايا نهاية A، عطاونا أنها دوزين كروموزوم. السؤال الأخير، حدد دور المراحل B و C و D. إذا للتعرف على المراحل، يعني المراحل
اللي في الوثيقة الأولى اللي كتعطينا أشكال مراحل الانقسامات اللي درسنا. إذن بالنسبة للفترة أ اللي هي فترة جاء من طور السكون، بالنسبة للمرحلة ب يعني تناسب انقسام الغير مباشر، بالنسبة للمرحلة سي انقسام المنصف، أما المرحلة دي انقسام تعادلي. إذن للتعرف على الأشكال ومقارنتها مع تطور كمية الـ ADN المعطاة من خلال المبيان. إذن بالنسبة إلى رجعتي للوثيقة غتلقى الشكل رقم 1 و2 يناسب المرحلة أ اللي هي الانقسام المنصف، الشكل 3 و4 يتناسب مع بي انقسام تعادلي، أما الشكل 5 فهو يناسب سي انقسام غير مباشر. أما بالنسبة للسؤال 3 ملء للجدول، إذا غادي نحاول نعطي النتائج من خلال الجدول. إذا عندنا المراحل، إذا نهاية أ كمية الـ ADN غادي تكون في كم؟ إذا 2Q الصيغة الصبغية 2N، نهاية بي 2Q كذلك 2N كروموزوم، بالنسبة لنهاية سي 2Q مع N كروموزوم، نهاية دي كي كمية الـ ADN و N كروموزوم. إذن لنمر إلى السؤال الأخير. إذن لنجيب على دور لكل من المرحلة بي والسي والدي. بالنسبة للمرحلة بي للانقسام الغير مباشر، دورها المحافظة على الصيغة الصبغية وكمية الـ ADN. بالنسبة لدور المرحلة سي انقسام منصف، اختزال الصيغة الصبغية دون اختزال كمية الـ ADN. وفي الأخير دور المرحلة دي انقسام تعادلي، دوره المحافظة على الصيغة الصبغية واختزال كمية الـ ADN. إذا مرة أخرى عزيزي الطالب أقوم بتكبير إذن أنت مطالب في الأخير كاستنتاج أنك تحلل وثائق ورسومات، ومرة أخرى يعني يجب التركيز وملاحظة كل الجزئيات اللي هي بين يديك. إذن لم يبقى لي إلا أن أشكر الجميع على حسن الإنصات. مسيرة موفقة، طابت أوقاتكم بكل خير، وإلى اللقاء.